خلينا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لميا حمدين عشان تعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. لميا صباح الخير عليكي. صباح الخير عليكي جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخلونا نبدا من محافظه القاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه وتباطؤ لحركه سير السيارات اعلى الكوبري، وده بسبب زياده الاحمال اعلى الوصله المعلقه ومكمله لحد رمسيس، والمتجه كمان من مناطق وسط البلد وحتى مدينة نصر. شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمرة، إنما كوبري 15 مايو والمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأمرية، والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كمان كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد شوارع الجيزة وبالتحديد شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كثافات تانية للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية كمان بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاق وإمبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. واللي جاي من أكتوبر اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. كمان في كثافات مرورية على كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين أو العكس، كمان وده بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكوبري حاليا. خلونا نروح لمحافظة اسكندرية اللي فيها سيولة مرورية عند كوبري ستانلي، لكن في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية لكنها متحركة. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية إنما بسيطة بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية حواليه. كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.